اهلا اهلا اهلا، مساء الخير مساء النور، كي راكم دايرين؟ لاباس ان شاء الله، قاعد تكونوا غايه وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله يا ربي درت لكم ميني مطلوع ولا مطلوع تاع لي ساندويتش، يعني خاص بالخرجات وكاع، ما نديروه غير في الدار هكا للحشا ولا، يجي رائع وكاع الاولاد يبغوا يعني هاد الساندويتشات. المهم اليوم ان شاء الله درت لكم هاد الميني مطلوع بالسميد فقط، كيما بغيتوه كيما طلبتوا مني في الوصفه اللي فاتت تاع المطلوع، كانوا غير يدخلوني تعليقات ديرينا تاع السميد فقط. اليوم لبيت لكم الرغبه تاعكم، يجي فارغ من الداخل ويجي خفيف ويجي بزاف بنين. راكم عارفين مطلوع السميد يجي بنين، يعني يجي خير من تاع الفارينه. تاكليه وحده هكذا يجي بنين رائع، يعني حرفي ويجي بنين، وما بالو كي ديريه دي ساندويتش ولا كيما انا. هاد المطلوع ديته معايا البحر، درت لهم معاه غير لي فريت ودجاج. بلا كنشارككم الفيديو تاع البحر تشوفوا هاد المطلوع اللي ديته، يعني يجي بزاف بزاف رائع للخرجات ولا للحشا خفيف. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا انا بغيت ندير في البيترا باسكو كنت شويه مقلقه، 100 عجنو باليد عادي. درت ربع كيسان تاع الفرينه، الكاس هذا تاع ام والد يعني راه باين، ولا كاس واحد اخر مهم 200 ولا 220 ديروا به، ليسونسييل تنجمو تكيلو حتى بالغرفيه. درت ربعه تاع الكيسان ودرت سميد يكون رطب رطب يعني فان، ودرت دوك نوريكم الساشي تاعه، ودرت مغرف صغيره تاع ملح. نخلط الملح هو الاول برك مع السميد، خلطيه ما ملي خلطتي بيدك، خلطي غير السميد مع الملح، ومن بعد ديري مغرف ونص تاع السكر، ومن بعد نديرو مغرف خميره الخبز مملوءه، مغرف ونص تاع السكر عادي، ومن بعد ديري مغرف تاع خميره الخبز مملوءه. هنا كيما شفتوا ما تعمرتليش، زدت شويه، هي غير مغرف واحده. نخلطهم غايه حتى يدخل هذيك الخميره مليح، ومن بعد راح نزيد مغرف تاع حليب بودره. لا عندك لا ما عندكش سي با لا بي، ما ديريش لحظه، لا عندك ديري، ما عندكش ما ديريش، ماشي شرط. ومن بعدك حبست البيض راح نخلطهم شويه بالمغرف، وندير كاس تاع الماء يكون دافي، كاس تاع الماء يكون دافي، كاس مملوء. نزيد شويه تاع زيت، 3 مغارف تاع زيت تاع الماكله، 3 مغارف، وندير حبيبه تاع حبه الحلاوه اللي كانت متوفره، تعطيه بنه بزاف شابه. نعاود نبلع البيض خام ونعاود ندوره. سي بون درت الكاس الاول تاع الماء، نخلط ونجيب الكاس الزاوج، والماء يكون دافي ما يكونش حامي بزاف وما يكونش بارد. درت النص تاعه ونخليه يدور، ميم لاكتو تعجنوا بيديكم يعني ديري غير النص، ومن بعد خلطي شويه وزيدي. هذا هو السميد. درت نوعيه تاع الرياض، الرياض هذا جا فيه نوعيه تاع فان، هذاك الرقيق كاع رقيق بزاف. راني رايحه نزيد هذاك النص، ديره كامل تما. درت زوج تاع الكيسان سوا سوا، يعني مقادير مضبوطه، تحسيها جاريه شويه بصح هي بعدا كي تدلكيها تلم روحها، نعرفوا بلي السميد يشرب. المهم انا دلكتها في البيترا 10 دقائق، دلكوها في يديكم حتى تحصلوا على هاد العجينه الرطبه، يعني ما تشدش بزاف تليك ما 10 دقائق هكذا ولا. المهم هنا شمخت يدي بشويه تاع الزيت، نمسح العجينه ونمسح كذلك البول تاعها، ونعاود نرد هذيك العجينه، ماشي تكثروا الزيت، مسحه خفيفه ما تبانش نهائيا. نعاود نرجعها ونغطيها بابي فيل ونزيد لها سربيتة ونخليها تخمر. درك راه الحمان ما تشدش بزاف، يعني ساعه ولا وهي خمرت كما كنتو تشوفوا. نغطيها بالسربيتة ونخليها تخمر غايه، ومن بعد نرجع لها. هنا بعد ما خمرت كنتو تشوفوا ما خليتهاش زعما خمرت بزاف بزاف. المهم تلاحظوا باللي كاين الداخل هو في هذاك البول. ها هي، ودير لكم فقاعات العجينه هذه كي تدلكوها غايه دير فقاعات. هنا راني خرجت لها داك الخمور، من بعد ندهن يدي غير بشويه تاع الزيت ثاني، شويه فقط يعني ماشي حاجه، باش نقطع العجينه تاعي. الزيت يساعدني ما تلصقش، خاصه يعني اللي ما يديروش المطلوع ولا يسقلهم في يديهم، المبتدئات يعني الزيت يعاونكم. انا جاتني 6 تاع الخبيزات ملاح، يعني حجم تاعهم ماشي صغير ومشي كبير، يعني سوا سوا تاع ساندويتشات فوالا. وصدقوني ما بقات منه ولا نتشا، سورتو كيما قلت لكم ديته البحر، وراكم عارفين البحر يوكل. واصلا هذا الخبز جا خفيف وبنين وخاوي من الداخل، ما فيهش كاع اللبن نهائيا، تكل ما شاء الله وما ضرهمش، يعني ما ثقلوش في البحر. ان شاء الله تجربوه، تقدروا ما ديروه مطلوع كبير عادي. بعد ما قطعتهم نجيب سربيته كبيره خاصه بالمطلوع، نرشها بالسميد، سميد ثاني اللي عجنت به، يعني نرشها غايه بالسميد، منها غادي هذاك السميد نرمد فيه
منها نحل الفوقه لانه ضروري ديروا السميد في السربيته باش الخبزه تاعكم ما تلصقش كي تجوا ترفدوها. كوم ديروش السميد غادي تلصق لكم. هكذا ديروا السميد غايه رشوه مليح، نرمدوا فيه دوك الكريات ونحطوه. كي تشوفوا هكا نرمد في داك السميد على جهتين ونحطها، ومن بعد ثاني نحل فوق هذاك السميد. لا خاصكم السميد ذروا تحت الخبزه كما قلت لكم باش ما تلصقش، في نفس الوقت رمدوها غايه في السميد كما راني ندير. هاكا نرمد فيها على كاع الجوايه، ولا خاصني باش نحطها نزيد نرش شويه ونحطها كما قلت لاحظوا حتى تكمليهم. قلت لكم جاتني 6 تاع الخبيزات، عجينه ما شاء الله شابه بزاف بزاف، يعني بطريقه جد بسيطه وتجي بنينه ويجي خفيف. هكذا نغطيهم بنفس السربيته ونخليهم يعاودوا يخمروا واحد شويه ماشي بزاف، يعني واحد ربع ساعه ولا برك، ونبدا نطيب فيها يعني مع الحمان وكاع. سورتو الا كانت كوزينتك حاميه 10 دقائق ماكسيموم تكون يكون خامر لك، بصح في المشتى راه يطول شويه يعني لازم يخمر. نعرفوا باللي المطلوع لازم يخمر، كاين اللي يقول لك ما يجينيش يجيني ثقيل ولا ما يجينيش فارغ، الخمور عنده دور. هنا بغيت نقول لكم ملاحظه، كي تقرصوا الخبز تاعكم كي تحلوها بدو تقلبوا فيها من ومن، يعني ما تحلوهاش غير على جهه، تحليها مع هذه الجهه ومن الوجه تعاودي مظهر، تعاودي ملوش تعاودي مظهر حتى تحليها كامل. بهذيك الطريقه راكي رايحه تدخلي فيها الهواء، ومن بعد كي تحطيها طيب راحي رايحه تنتفخ وحدها، غير تحطيها تنتفخ كما كي تشوفي. تحليها من الجهتين، تقلبيها هكذا وهكذا وهكذا حتى تحليها حتى تقرصيهم كامل. غطيتها ونخليها كما قلت لكم ربع ساعه 10 دقائق على حسب الحمان في الكوزينه عندك. بعد طيبي في المقله ولا في الطاجين ولا كما تبغي، يعني انا طيبت غير في هذه المقله باسكو طيب لي بالخف وكما نقولوا سريعه وما تلصقش. الوغ ندير النار متوسطه ونحط الخبيزه تاعي فوق النار، يعني فوق الكانون نيشان، ما تحطيهاش في الجنب تاع المقله، حطيها في الوسط باش بالخف تنتفخ. كي تحطيها خلاص ما تمسيهاش، خليها وحدها نار تحتها راهي متوسطه ماشي ناقصه، متوسطه هي وحدها دوك تطلع وحدها وتخوى من الداخل. تقلبيها تم تقلبيها كي تشوفيها طلعت، وتبدي طيبي فيها كاع من الجوايح حتى كيما نقولوا في الحواشي تاع الخبزه باش ما تقعدلكش معجنه من ديك الجهه، لازم تطيبيها مليح من الحواشي. ترفدي الحبه تعاوني روحك بفرشيطه ولا ببلاكليطه كيما راني ندير انا، وطيبيها من ومن في الحواشي، سينو تشديها بهذوك هذوك الليدين ولا الجلدات تاع السيليكون هذوك فادي زعما يعاونوك باش ما تنحركش. طيبيها غايه من لي كوتي وتكملي كامل بنفس الطريقه. كي تكملي هذه الحبيبه مسحي الطاجين تاعك، ما تخليش هذاك السميد باه ما يحرقلكش الخبزات، امسحيه غير بطرشونه تكون ناشفه وتكملي طيبي الخبيزه تاعك عادي سريع. الطياب تاعهم بزاف سريع يعني ما يشدوش كاع في الطياب، يعني يبغوا غير الخمور ويبغوا الوقت ودليك. هذا مكان يجيك روعه، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم بهذه الطريقه، يجي رائع. اللي تدلك بيدها تقول لي شحال ندلكه، بالتقريب من 10 دقائق حتى ربع ساعه. كيما درك راه الحمان تنجمي تدلكيه 10 دقائق ما تزيدي لا ما لا والو، ديري العبار كيما مديتها لكم، تدلكيها 10 دقائق وتخليها ترتاح خلاص راه الحمان. بصح الا كان شفتوا الفيديو في وقت اخر يكون الفصل بارد شويه تدلكيها حتى لربع ساعه، ولا عندها البيتخا ديرها في البيتخا وتخليها دور دوره كامله. كل واحد البيتران شحال الدوره تاعه، كاين 10 دقائق كاين 15 دقيقه، كل واحد وكيفاه. المهم خليها دور دوره كامله 5 5 تلقيها واجده ومدلوكها بالطبع. سينو تدلكيها بيدك تاني من 10 دقائق لربع ساعه كيف كيف، هذه كل وحده والجهد تاعها، كل وحده والدليك تاعها، ماشي كاع كيف كيف. كاين اللي تدلك غايه في 10 في 5 دقائق تكون دلكتها، كاين اللي دليك تاعها مايش بروفيسيونيل تدلك حتى ربع ساعه باش تطرى لها العجينه. المهم البنات تحصلوا واحد الخبز شباب بزاف وطري وخفيف وفارغ من الداخل، يجي لي ساندويتش يجي مطلوع هكذا مع جواز، اي جواز يجي في رمضان ان شاء الله يجي يعني كما درتوه، يجي يعني ما شاء الله بالطبع يحمر الوجه. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، ما تنساوش جمجموا لي، واللي دخلتوا جدد معنا مرحبا بكم غالياتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.